عليكم غزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحتكم؟ لاباس اموركم هانيه؟ المهمات الخواتات سالو مسح شويه الكاميرا، ها هي مسحتها. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويكون اموركم طيبه، احوالكم جيده. يلا خرجنا دابا عاد ثاني، برد شويه الحال حيت الحراره ما عندك، ما كتقدريش تخرجي، ما تقدري تمشي حتى شي بلاصه. حطيت لكم قبيله، شوف الكمامات فين هزها، حطيت لكم قبيله الفيديو، ومنين رجعت باش نشوف كنلقى لي كومونتير كامل كيقول لي منى الفيديو راه ما خدامش، راه ما كيمشيش، فاضطريت انني نمسحو. ما تسديوش على هاد الهضره هادي اخوتي اخواتاتي، راني كندور لكم البنات في الظلام. شوري الله، حطيت داك الفيديو ديال البارح اللي ما عرفتش شنو وقع له، تبس الفيديو ما بقاش دار غير التصويره، ما بقاش كيبغي يبان. ايوا دابا حنا واقفين هنايا كنسين واحد الطاكسي، واحد مشى وغادي يجي على ما يجي ان شاء الله، وداك الساعه نمشيو. المهم ها هي الطوموبيل جايه في الطرفيه الضو، باش نبان لكم واحد شويه. شفتوا البنات؟ اسمحوا لي رانا بكري، غادي خارجين غادي للمختبر باش يوزن حميد للخزان، سكر الخزان. المهم حتى نوصلوا غادي نهضر معكم، نحيد غير هاد الحراره ونهضر معكم. هنا حبيباتي هابطين مع لا بالنا بوالو، ما عارفينش بانه غيوقع مشكل. حميد صافي غير انفو قربنا نوصلوا حدا دارنا، شدوا داك الكلاكاج، طلعنا في حالاتنا صافي. منين طلعنا في حالاتنا بقى الليل كله هو هكا، في الصباح كان ضروري خصنا، ما بغيتش نمشي لارجونس، قلت له خصنا الصباح نديرو تحاليل. وهنا رحنا حتى عند في المختبر في لابوراتوار، كنسينو باش يشد نوبته باش يدخل يدير التحاليل. كيف قلت لكم ما بغيتش نمشي مستعجلات، حيت عارفه انه غير كيشدو كلاكاج كيكون طالع له السكر. حميد كيخاف بزاف ملي كيجي يحيد الدم، هنا كيساين باش غيحيد الدم، عرفتو راه خايف كيشوف لي باري. المهم بنات جيت لدارنا باش حميد يرتاح شويه ونشربوا الماء، وعلى ما يكونوا وجدوا داك التحاليل ان شاء الله. عرفتوا راه ما نقدرش نقول لكم حالته، راه قطره ديال الدم ما فيهش، وفي ما كيجي شي كلاكاج كنعرفوا بانه السكر كيكون طالع له. دابا عاوتاني جا كلاكاج في الظهر، ما كيقدرش يتمشى، ما كيقدر يدير والو، خايفين حيت الا كان عنده لا قدر الله وكان عنده الخزان طالع بزاف، فراه الله اكبر للحق، فراه ضروري خصو ينعس في السبيطار كيف ما وقع له المره اللي فاتت. المهم رجعنا البنات باش ناخذوا داك التحاليل، حيت عطاونا جوج سوايع لو ماكسيموم، سالينا داك جوج سوايع ورجعنا نهزو التحاليل وقلبي كيضرب هنا. البنات يلا خدينا التحاليل غير دابا عاد وعاد خرجناهم، ودابا رانا طالعين. ما قدرتش نهضر معاكم في هاد الحراره، واحد الحراره ما نقدرش نقول لكم كيفاش دايره، والراس عفتو راه مقلوب. ايوا مع الكحل، والكحل كيشد كيجبد الحراره. ايوا رحنا طالعين دابا للدار، نوصل للدار ان شاء الله ونقول لكم شنو كاين. المهم هنايا البنات رجعنا للدار، دخلت للدار، مشينا زدنا بعدا تقضينا داكشي اللي كان اللي خاصنا. غادي تشوفوا هنايا اندومي، اندومي البنات راه ماشي ليا انا، راه لخوتي انا ما كناكلهاش اصلا، كنت كنشرب غير ما ديالها شحال هادي، كنت غير ما ديالها كان كيعجبني. صافي كيف ما كتشوفوا والله العظيم جيت ديريكتومون تماره، والراس ديالي عرفتو طايب، ما اصلا دوزنا الليله ليله بيضاء فايقين بحميد. قلت لكم ما بغيتش المستعجلات، لحقاش ملي كنمشيو مستعجلات حدهم كيدير واحد السيروم وكيقول لك صافي سير في حالك، فانا حفظت لهم داكشي ديالهم، داكشي علاش قلت غادي نتال الصباح ونمشيو للمختبر. فمني مشينا للمختبر درنا التحاليل ديال الخزان، ما نكذبش عليكم انا كنت خايفه، كنقول راه غادي هو فريمون طالع له، ولكن ماشي بديك الدرجه، حيت المره اللي فاتت باش شدوه في السبيطار كان طلع له 14 غرام في الخزان، كانوا شدوه لاسيتون كانت طالعه وشدوه قريبه سيمانه هو ناعس كيضربوا له، ومني سالا خرجوا له الانسولين وليبرا بجوج اللي استعملهم بجوج في دقه واحده، يعني ليبرا والانسولين في دقه واحده. كنت هو ما بقاش كيستعمل لا انسولين لا ابرة لا كينه لا والو، ما بقى كيدير حتى شي حاجه، ولا كيقول لك انا نقص غير الحلاوه وندير يعني ما ناكلش بزاف. ولكن في هذا العيد راكم عارفين اللحم بزاف، زيد عليها قبل العيد اصلا كنا كناكلو، احنا اصلا كناكلو اللحم بزاف، سواء بالعيد سواء بلا عيد سواء بزاف الحوايج. داكشي علاش كنصح الناس انهم خصوصا في هذا العيد هذا يحاولوا
ينوعوا الاكل ديالهم، ياخذوا الاكل الصحي، ياخذوا الديسير، ياخذوا خضيره، ياخذوا. هانتوما البنات دايرين حنا غير كبيده ديال الدجاج، غادي نديروها في الطاجين نطيب، وغادي نطيب مطيشه ديال مطيشه ديال مطيشه غادي نطيبوها نتوما. ويلي ويلي غادي ما ديال هذيك ماما طلقاتها ياك، طلقات الكبيده غادي نديرها مع السيره مع مطيشه مع الثومه مع معدنوس. صافي البنات ما بغاتش تحق قناه مع قزبر اليابس مع نعم سيدي جيدي. ايوا نعم سيدي، واللحمه ماشي ديما، ولا بغيت الخضار الحقيقه بغيت القرعه الحمراء والخضراء، غير مازال ما كايناش قلبت عليها ما لقيتهاش، باش غادي نبقى نطحن ونشرب مع راسي الصوبه بالكرافس والمعدنوس. ننصح بها البنات كلشي يديروها. الفليفله فين كتقلا يا الفتيات؟ البنات انا صورت لكم رده الفعل ديال ماما في على حساب منين جات شافت الصالون اول مره، ولكن ما نحطولكمش اليوم، نحطولكم حتى الغدا ان شاء الله الا كتب سيدي ربي. انا صورت عرفتو تموتوا غير بالضحك. ايوا ودابا راه حنا كنصاوبوا هذا الشيء اللي غنصاوبوا للغدا، وموراها عاد غنوجدوا العشاء باش غيطلع بابا. اصبر خوافه راه كتحال، عقله غادي يخرج. انا خوافه ما كتبش. لا 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 ما كتنعس ما كتبقى ليك، كتبقى لا 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 غادي نموت. والله العظيم اللي كيجيني احساس سبحان الله العظيم ما عرفتش علاش. وحق الله داك احساس ما عرفتش، كيقول لي عقلي راه غادي ندخل نولد وغادي نخرج ما غنخرجش غنخرج، ما عرفتش كيجيني احساس. احساس دا كيسميتها دا الدنيا احساس الدنيا مهم. دابا حنا يا ماما كتصاوب الكبيده باش انا غادي نوض نصاوب على ما تخوي لي البوطه، نصاوب لاصوص حيت انا ماشي هي مطيشه ماما اللي كنتي كتصاوبي. لا ماشي انت كنتي كتصاوبيها، كانت كتصاوبها حنا الله يرحمها. انا كتقسمها غير هكا غير ترونش مع الفله، هذيك هي اللي مشي هي. تديوش على اختكم سبع شهور باقا كتوحم. انا اصلا ما توحمتش في ربع شهور الاولى، حتى دازت ربع شهور الاولى راه كنت غير كطيحه وميته وما كناكل ما كنشرب غير كنرب. دابا لا دابا راني وليت كناكل ونتشهى وكلشي. اختي يا اختي مهم حميد راه ناعس جا في السبيطار، جا حالته حاله. غادي ندير لها حالي مسكين في البلاصه السكر شافيه والله العظيم. غادي نخلعوا لها في الجوج الليل عرفتو، راه شدو كلاكاج كارثه كارثه كارثه. عشت الرومسي كنام انتي علاش كتباني لي على زمالي؟ كتباني لي على زمالي والزواج الكريم، كتباني ليش على الزواج؟ ايوا حتى هو عاوتاني كيقول لك عندي احساس غادي نموت. حنا ولينا عايشين غير بالاحاسيس. انتوما الاخوات ها الطوماط اللي كتعجبني، كتعجبني بالقشره ديالها، كتقطعها ماما. شو كديري فيها ماما؟ الثومه قزبر يابس وزيت بلديه وشويه د الكمون شويه د المليحه صافي، يعني ما كديرش فيها. هذه هذه الثومه الجديده ديال امي. انا ما كنعرفش تبدا حتى كتطبق، انا ما كنعرفش البنات تبدا. انا عرفت ماشي تبقى تضيع لك، راه تبقى في الثلاجه تضيع غير روحها. ها لا طوماط هذه هي اللي زوينه. هانتوما الفتيات هذه هي اللحيمه ومغسوله. ها هي ماما فين قطعاتها؟ ما قدرتش ناكل بلا غسيل. لا ما نقدرش. كانت ها هي ماما دارت هنايا البصيله وقطعتها هي هكا، قالت لي ماما كتقشرها واخا بصله كامله. هانتي معدنوس من القزبر. هنايا البنات غادي دير معدنوس والقزبر والبصيله، غادي تلخرهم مزيان، غادي تطحنهم مزيان باش غادي تولي رقيقه، باش ديرها في العطور. وغادي دير القزبر اليابس حتى هو ديرو في العطور عاوتاني انا في الحيمه، ودير القزبر اليابس حتى هو. وغادي دير شويه ديال الابزار، ودير شويه ديال الكمون والقزبر اليابس وصافي. البنات ماما شرملاتهم يا اختي والله العظيم الا شرمولات اعلى تركه.
يا هذيك نعم على لا ونعم سيدي. الله يعطيك الصحه الوليده حنا وياكم وجميع المسلمين والبنات واللي كيشاهدنا كله. البنات دعوا معاها بالشفاء تهم الله يشافيه وندعيو حنا ليه باش تشتيو واش مرض ولا لا. أنا نغسل لها حبيباتي باش نغسل لها انا داك الماعن اللي كانت كتغسل فيهم اللي دارت فيهم وجدات فيهم العشاء نت باش نغسلهم لها وصافي. هذا ما كان خليكم مع شويه الموسيقى ونكمل معكم. البنات ها هما الماما كتعمر القطبان ايوا وهذا لادان الماما دايره لادان ها هما البابا لحقاش بابا ما كيبغيش ياكل اللحم راكم عارفين مع الكوليسترول وداك الشيء راني عارف لكم ايوا داير هادو صحاب اللحم موجودين وجودين يا ماما تبارك الله ما شاء الله. هانتوما البنات ما تنساوش انا ديالي خصني طيب مزيان. المهم حبيباتي غنهضر لكم هنا بجد حيت خوتي دايرين الموسيقى مجهده وراكم عارفين حقوق ديال الطبع وداكشي وداكشي وداكشي. ها هو حميد يقول مسكتو انا انتما البنات راني كنصاوب الشوا دابا كنشوف الدور شي ديال شويه في الدار راه كانت ما غاديش تبقى لنا حتى شي حاجه وما يبقى لنا صراحه. حميد فين كيصاوب الحيمات في الطبيصل كنحيدوها البنات حنا من القطبان ما كنخليوهاش في القطبان لان علاش حميد شنو ندير كلش حميد جاه سخون صافي بلع عليه ها انتم صافي يلا دي محمد داكشي قبل ما يبرد الاخر خالي دار سميت لميط البنات راه حنا كنهضروا مع خالي في فرنسا ويشوفني كنصور في يوتيوب ويدير سميت لميط قال حك لي قال حك لي شو تبان بغيت تبان في يوتيوب تبان هاني عندك تما حاسك لا ما شديتش ان شاء الله بغيت نصور بالروس على قول يقول لك شوفي شوفي ولدك شوفي شوفي ولدك شوف باغي يبان ولينا حط ما لا صافي الله يا اخي لا مونطيتها تنحطها هكا ها انتم الحين منفوره البنات وصافي هادشي راه حنا غادي نجلسو في السطح البنات راه ما غنجلسوش هنايا كيف ما كتشوفوا حبيباتي حنا طلعنا للسطح هنايا باش غادي ناكلو طلعنا معنا الماكله ديالنا البروده ولكن واخا رغم ذلك البرد كاين وليني سبحان الله العظيم سخون عرفتي طايب كاين غزالات ديالي ما تديش على هاد الصوت يقدر يكون كتسمعوا البروده حيت دايره انفصليه الفرفاره تقطع لي التنفس ما بقيتش كنشرب الدواء ديال الحديد وداكشي وتقطع لي التنفس ويلا جيت جلست انفص الفرفاره ودرت الفيتامينات هادو لي الاخر لي خرج لي الطبيب ودرت هادي هاد الحديد عاد كليتها دابا ديال فقر الدم عاد كليتها دابا ايوا صافي. المهم دابا منين ساليت عاد غادي نعاود لكم اشنو وقع بالضبط. حميده البنات جا واحد الكلاكاج صعيب كنا غادي لدارنا وكي قلت لكم جا واحد الكلاكاج صعيب و انا عارفه ان فوا كيجي داك الكلاكاج كيكون عنده سكر طالع فعلا. انا البنات راه درنا التحاليل خرجوا له 7 ديال الغرام ها هما
عنده 87 ماشي في الاخر لا عنده في الخزان ماشي زعما السكر العادي لا عنده في الخزان 7 ديال الغرام فاصلة 50.80 قالت لنا طالع ولكن طالع شويه يعني ما يمكن 4 5 7 شحال نورمال مخص يكون هاد لابوراتوار اللي درنا فيه التحاليل ماشي بحال لابوراتوار المولفه كندير فيه كنفهمهم الاخر ديالهم هذا لا كي قلت لكم طلع له شويه طالع السكر ولكن ماشي بداك القدر اللي كان خاصو حيت انا كنت مخلوعه المره اللي فاتت كان طلع له 14 غرام وكان دخل للسبيطار وكان نلقاو عنده لاسيتون طالعه حتى هي وراكم عارفين لاسيتون ملي كتلع صافي انسان راه الله يستر قدر الله يقدر يمشي فكانوا شدوه في السبيطار تقريبا شي سيمانه هو ناعس في الطبيب على ود حتى رجلو له داكشي ومنين خرج كان خارج جا الطبيبه ديال السكر عطاتو يضرب الانسولين وعطاتو ياخذ الكينه يعني غيشربهم يديرهم بجوج غيستعملهم بجوج الانسولين والكينه قالت له سالي ورجع عندي واحد المده باش نعطيك غير حاجه وحده ديك الساعه ونعطيك شحال تبقى تضرب البنات التحاليل ديال الخزان كيديروا ب 150 درهم 150 كتبان لكم في الكاميرا مقلوبه شتو شنو قلت لكم داكشي اش كنبان لكم انا مقلوبه هذا التنفس كيقلع لي 150 درهم اللي كدير داكشي علاش كنقول لكم الواحد يحدي راسو من الاكل ياكل غير الماكله صحيه راه هذا راه كي كيقول لك الاخر راه هذا العيد ماشي تاع الماكله هو ما نكذبش عليكم كياكل كياكل ديال بصح يعني ما نقدرش نخبي عليكم عيد عييت فيه لا ما تاكلش نقص دير ريجيم دير هادي ما كياكل ما عينا ما عندنا ما نديرو بغينا يدخل غير لاصال باش كوم ميم هكا واخا ياكل يحرق مي لاصال راكم عارفين شنو واقع اون بلوس الحالات تكاثروا عندنا في مدينه تازا غير الله يسترنا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يسترنا وكي كيقولوا تيسترنا التراب يعني تكاثروا فريمون تكاثروا الحالات بزاف ايوا هذا مكان كنت خايفه هنا في السبيطار لكن الحمد لله عنده 7 غرام يعني ما كاينش لا شي ناس في السبيطار ولكن قالوا له ضروري خصك دير السكر العادي يعني هذا ديال الخزان بوحديته ولكن السكر العادي ضروري خصو يوزنو علم الله شحال غيكون عنده واش بزاف وهو قطع لا كينه لا الانسولين ما بقى كيدير لا كينه لا الانسولين كيقول لك لا انا حقا ما ناكلش غير الحلاوه وما ناكلش هذه وما ناكلش هذه ولاني ما نكذبش عليكم والله حتى كياكل بحال اللي كينتقم من صحته بحال اللي كي ما فهمتش انا والله العظيم ما فهمتش بحالي باغي لراسو ما عرفتش شنو باغي لراسو جيت اونفاس للشميشه هذا ما كان يا الخوت يا الخوت يا الخوت يا الخوت وهاد البروده اللي كتجيك كتنعشك ا ماما المهم سكرت على البنات بسبب واحد المشاكل عائليه ديال عائلته هو ماشي مع عائلتي انا حنايا ثمنون على عسل مشاكل عائليه مع عائلته طلع له السكر نهار العيد بالضبط راه طلع له السكر ما نقدرش نقول لكم شحال لدرجه انا كانت عندي داك الساعه الطوموبيل وعيت لي في الليل قال لي منى فين راك قلت له فين راني قال لي اجي عندي منين بديت كنقول له فين راك يقول لي دخلي من داك الدريبه الفلانيه دخلي كنلقى حدا القبور ضمها البنات في الليل حق الله العلي العظيم وكيقول زعما انا جاتني البكيه حيت كنتخيل راسي انا في بلاصتو يعني في ديك اللحظه اللي انا ما كايناش الام ديالك في ديك اللحظه اللي مقدرش نقول لكم عرفتوا راه في العيد في الليل كيف قلت لكم يعني كتجيكم حبست لكم فيديو حيت انا دائما الدموع كيغلبوني خصكم بكايه حبست لكم الفيديو كي قلت لكم على ود يعني مشى للقبور وداك الشيء وبدا كيبكي المهم واحد جاتو شي حقره جاتو شي شكل الله يرحم مامته ويوسع عليها الناس اللي كيقولوا لي شنو ما درتيش ما درتيش نتوما كتشايفيني شنو كندير وانا ما كنشاركش معكم راه لو كنت جيت نشارك معكم داكشي اللي كيوقع راه بزاف شي حاجه اللي بزاف ما واحد خيتي قالت لي علاش مشيتي خديتي لماماك دبليج وما خديتيش لماين حميد حميد ما عندوش امه اول حاجه حميد عنده مرات باه فهمتوا ماما
ولو كانت الام ديالو لو كان راها عايشه معايا انا في الدار، حيت ماما ما تقدرش تعيش معايا حيت عندها الولاد صغار. اما مين حميد ما عندهاش الولاد صغار، يعني كون راها جالسه معايا انا في الدار كون راني ندير فيها بلاصتها بلاصه جداتي الله يرحمها اللي ماتت، نديرها يعني نهزها فوق راسي لو كانت باقا عايشه، حيت انا اللي حاسه بالام. وما يمكنش لا يعقل ان واحد الانسان معايشه وغادي تمشي ديري واحد الحاجه لامك وما غاديش ديريها لامه، ما يمكنش. والحوايج اللي كيديرهم مع باه راه بالسيف عليه، بالسيف عليه يتهلا في باه وبالسيف عليه يعطي لباه وبالسيف عليه يدير بزاف ديال الحوايج لباه. ولكن انا ما يمكنليش نشارك داكشي اللي كيدير راجلي مع باه، كنشارك انا داكشي اللي كندير انا مع مامتي وما كنشاركش كلشي، راه كنشارك حوايج بساطين، يعني ما كنشاركش بزاف ديال الحوايج. لو كان جيت نشارك بزاف ديال الحوايج والله العظيم البنات كون بزاف. ما كانش ممكنش انا طالعه لدارهم مثلا وديت شي حويجات ولا ديت شي حاجه ولا مثلا شريت الخوت الصغار اللي من باه ولا و و و و وغادي نجي نصور لكم البنات هاني دايره هادي دايره هادي. ما يمكنش، ما جاياش ما كتدخلش، يعني اي حاجه غديريها لا وما بقاتش ولات انت باغا تباني وصافي، يعني ما بقاتش شي حاجه اللي اللي خصها تبان. وكيف ما قلت لكم واحد الحاجه اللي خاص تعرفوها، انا من الطبع ديالي من طبعي راه رمضان الا لاحظتوا كنشارك معكم داك الشيء البسيط. راه ملي كتكون مثلا كيكون عندنا وميسرة الامور وكتكون الطابله عامره، والله البنات ما كنبغي نصور، اقسم بالله ما كنصور، راني واحله في راسي. هي ماما تقول لكم ماما في رمضان اللي كنتي كتقولي لي صوري الطابله، كتقولي لي شاركي الطابله مع البنات، شو كنت كنقول لك؟ كنقول لها لا ماما غنشارك داكشي البسيط باش واحد الانسان اخرى مثلا شاركت معكم الغداء، غداء بسيط مطيشه وفليفله ياك، كنشارك داكشي البسيط باش واحده اخرى الا كتفرج ومسكينه حتى هي باغا وهادي غتشوفني حتى انا راه كناكل غير مطيشه، ما غاديش تحس بواحد الاحساس اللي انا براسي نقدر نحس به، اللي انا براسي نقدر نشوف. انا ديجا الظروف تام ديالي، انا ما كذبش عليكم من ناحيه ديال الماكله راه ما كانش عندي، ولكن كنت كناكلو ما كذبش عليكم من ناحيه ديال الماكله كنا كناكلو. حنا يا الدار تاع الفوق ملي كنا ساكنين راه ما جمعناش غير بكرشنا، والله ما جمعنا غير على كرشنا، ما كنجلسوش في الدار كناكلو غير في الزناقي. راه تقولي ما عرفت الديا ما عرفت شكون الديا، وانا والو حبيت كان كينقي حويت كان كيبيع الحويتات انا كنقيهم انا كنت كنقيهم له. تحيه للناس اللي ما عندهمش، تحيه للناس البساطه، وتحيه حتى للبرجوازيين يحسوا بلي ما عندوش انسان عنده ميسره. انا ملي كندير شوفو ما يعطيش للمسكين، انا ما كتشوفوني شنو كندير، ما يمكنش نشارك معكم كلشي كندير. انا كنت كانت عندها 5 دراهم كتعطيهم تبقى باش واحد 60 جبت كنعطيهم تبقى بلاش. انا بيني وبين الله باغا نمشي، الا مشيت عند الله نمشي مزيانه وعارفه راسي شنو دايره. ميمكنش انا غادي نجي ونصور لكم البنات. كاين شي حوايج تقدري تشاركيهم باش تكون كتموتيفي الناس، ولكن كاين شي حوايج اللي تقدريش تشاركيهم. علاش خص شي حاجه تبقى بينك وبين سيدي ربي؟ انا بغيت نشارك داكشي اللي يبقى بيني وبين الله، يبقى حجاب بيني وبين سيدي ربي هكا، يعني غادي يبقى بيني وبين سيدي ربي. كنشارك بزاف الحوايج في العيد، بزاف ديال الناس كيقولوا لي منى شنو درتي شنو درتي، ما نشاركش انا في العيد. قولوا لي ما كديريش، ما كنديرش اخوتي، ما كنديرش ما كنساعدش، ولكن قول لهم انا شاركت دار خيريه. علاش شاركتي دار خيريه؟ لان الحفله ديالك نتاع هذيك سميتو اللي جات 200 درت 100 و200 حلفتي قلت لي ماما تجيني الماندا الاولى غادي نخسرها على ندير بها الخير وغادي نشارك وجاتني على ديالي وجاتني دار الخيريه وبارطاجيتها مع الناس. علاش؟ حتى مشاو الناس وداروا داكشي اللي درت انا، مشاو مورايا الناس العائله تبانوا مور انت شحال وحده مور وشحال مور الفيديو اللي درت انا، مور الفيديو اللي درت انا شحال من واحد جا دمو العائله ديالو وراه صحاب الخيريه اللي راهم كاينين وراهم كيتفرجوا فيا دابا، راهم كيتفرجوا شحال من واحد جا دمو ودختو وما عرفت شنو داكشي، هما راهم كيتفرجوا. شتي وتخلص اول خلصه، ولكن اول خلصه ما كانتش مزيانه، يعني كانت قليله، ما غاديش تساعدني انني ندير حفله قد هكاك لكدا و80 ديال البشر. راني راه بحال وكلتي عرس، عارفه شنو عرس؟ يعني كدا و80 ديال البشر راه بزاف ما صلحليش، وبقيت خدامه ورغم ذلك راه ما نسيتهاش من بالي حيت انا باغا نحتفل مع دوك الناس. شديتي خليصه رقبه زوينه ومنين شديت تخلصت مزيان مشيت لذاك الناس. وفي هذا العيد هذا وحق الله العظيم شنو قلت لك ماما بغيت ندير الحولي؟ ايوا
وراك راك درتي اكثر من اللي عليك شنو؟ اه لا ولكن خلي شري 10 الحوالة راك درتي اللي لا ولكن الحولي ديالي باقا باقا زايدة يعني درت اللي درت كتب الله قلت لها غادي نمشي نذبح معاهم ديك الذبيحة ديال الصبح معاهم ونطلع في حالاتي صافي ما خصنيش انا ما بغاش اللحم يعني الانسان يفكر في غدا قدام الله ما يفكرش دابا دابا راه الدنيا غادا وحنا غاديين والعالم غادي وكلشي غادي غير الخير وبارطاجي غير دير الخير لا لا اللي كيدير الخير كي بارطاجي تقول لي بنتي هضري 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 هي هضرات هي هضرت هي هضرات هي المهم كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم تهلاو لي فراسكم وكنحماق عليكم كتسطى عليكم ما تنساوش اللايك وما تنساوش دوزو الانستغرام اللي كنحط فيه كنكون فيه دائما حاضره يومياتي كنحط فيه كلشي تهلاو لي فراسكم.